بعد انقطاع الوقود لأسبوعين متواصلين، وصلت شاحنات محملة بالبنزين والديزل إلى مدينة ترهونة وبكميات كبيرة لتعيد محطات الوقود فتح أبوابها أمام المواطنين. وإن شاء الله يعني لما الوقود متوفر وما فيش أي حاجة، ما فيش الازدحام على المحطات للناس والمواطنين، وإن شاء الله الخير جاي والأمور تمام، وورانا الوقود جاي والسيارات متوفرة إن شاء الله. وفي هذه الأثناء يعمل المسؤولون ورجال الأمن في المدينة على التنظيم وتحديد أوقات معينة للتزود بالوقود، وذلك من أجل تجنب الازدحام الذي قد يحدث خلال عملية التوزيع، وسط دعوات للمواطنين بتجنب الازدحامات المفتعلة. والوقود متوفر بجميع أنواعه، سواء بنزين سواء نافتة، الوقود نطمن الناس بأن الوقود باستمرار جاي من منطقة الشرق، وإحنا ندعو الناس أن مش داعي للازدحام ومش داعي للفوضى ومش داعي لكذا، والوقود متوفر في كل يوم، وابتداء من اليوم إن شاء الله كل الشلات حتفتح اليوم وبكرة وبعد بكرة وباستمرار بإذن الله لين تنفك الأزمة هذه بإذن الله. خطوة جاءت لإنهاء أزمة الوقود ووضع نهاية للطوابير أمام محطات البنزين، ودعوات من الجهات الأمنية وأصحاب المحطات للمواطنين بالتعاون وعدم محاولة الاستحواذ على كميات أكثر من حاجتهم من الوقود، حرصا على سلامتهم وللحفاظ على سلاسة التوزيع.